للسيد وزير المالية والاقتصاد للرد على رؤساء الفرق وممثلي المجموعات. تفضل السيد الوزير المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. السيد الرئيس المحترم، السيدة والسادة السادة المستشارين المحترمون، يشرفني أن أقف أمامكم مجددا أمام مجلسكم الموقر جوابا على تدخلات السادة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بمناسبة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2014. ويسعدني أن أخبركم أنني تتبعت بإمعان واهتمام كبيرين ما تضمنته مختلف تدخلاتكم خلال هذه الجلسة من اقتراحات وإضافات وملاحظات وانتقادات تنم عن إحساس عالي بالمسؤولية وتجسد بحق التحول الذي تمضي إليه مؤسساتنا حكومة وبرلمانا في ظل الدستور الجديد وكذا الأدوار المنوطة بهما لإرساء الديمقراطية التشاركية. إن انخراطكم الإيجابي في مناقشة وإغناء مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2014 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية واللجان القطاعية الأخرى لم يزدنا إلا إصرارا على التعبئة والتجاوب مع مقترحاتكم في إطار ما يستلزمه التعاون والتشارك البناء والتفاعل الهادف نحو تقديم الأفضل والأحسن لتطور بلادنا والسعي وراء ما يمكننا من الإجابة فعلا للحاجيات الملحة للمواطنين والمواطنات. قد حرصنا على الإجابة على تساؤلاتكم عبر إيفائكم بالوثائق الضرورية والتفاعل، وإن كان النقاش حاداً في بعض الأحيان مع مختلف التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة بما يلزم من الاهتمام وإمعان النظر والتشاور الموسع داخل البرلمان وخارجه والاحتكام إلى الدراسة الموضوعية التي توازن بين الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للتعديلات المقترحة وإمكانيات التمويل التي يتيحها التوازن الذي بني عليه مشروع قانون المالية، على اعتبار أن الفصل 77 من الدستور والذي انتقدتم استعمالنا له بإفراط وتفريط ينص على أن الحكومة والبرلمان يسهران معا للحفاظ على توازنات مالية الدولة، إذن هي مسؤولة مشتركة ومتقاسمة. فتوازن المالية العمومية يشكل رهانا أساسيا لنا جميعا حكومة وبرلمانا أغلبية ومعارضة، باعتباره أساس تثبيت ثقة المستثمرين والمؤسسات والأسواق المالية الدولية في بلادنا. وما هذه الثقة إلا ثمرة لمجهود متواصل من العمل المضني والدؤوب استمر على مدى 14 سنة الماضية بقيادة ملكية رشيدة وبانخراط وتلاحم جماعي لكافة مكونات مجتمعنا. كان من نتائجه أن تغير وجه المغرب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والتشريعي. فالمسؤولية التاريخية وفي هذه الظرفية بالذات تقتضي منا أن نكون متضامنين ومتجاوبين إلى أقصى الحدود أغلبية ومعارضة وحكومة، وذلك نظرا لحجم التحديات من جهة ونظرا لمسؤولياتنا في الحفاظ على التميز الذي يطبع بلادنا والذي جنبنا ألوانا من المآسي التي تتخبط فيها اليوم جهات عدة في محيطنا. ويأتي في مقدمة هذه التحديات النزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية في ظل المؤامرات البائسة والبئيسة المعاكسة لبلادنا وإصرار الخصوم على عرقلة مساعي إنهاء الملف على أرضية مقترح جدي وحيد موضوع على الطاولة
أي مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية. وأود هنا أن أضم صوتي باسم الحكومة إلى أصوات السادة المستشارين والسيدات المستشارات المحترمين لأنوه بنتائج الزيارة الناجحة والمتميزة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي توجت بالبيان التاريخي الذي وصف مقترح المغرب بالجدية والمصداقية. كما لا يفوتني أن أنوه أيضاً بالجهود الجبارة وباليقظة الدائمة ونكران الذات التي يبذلها الساهرون على حوزة الوطن وسلامة ترابه وأمن المواطنين وامتلكاتهم من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية ومسؤولي الإدارة الترابية. سيد الرئيس المحترم، السيدة والسادة المستشارين المحترمون، سأحاول الإجابة على تدخلاتكم من خلال التركيز على السياق الذي أعد في ظله مشروع قانون المالية لسنة 2014 والفرضيات التي بني عليها والنموذج المؤطر لمضامينه مع تسليط الضوء على الروافد المؤسسة لإجراءاته وتدابيره، خاصة ما تعلق منها بتحفيز الاستثمار بشقه العام والخاص ودعم المقاولة وتسريع الإصلاحات الهيكلية. بداية، وكما سبق وأشرت إلى ذلك، يأتي إعداد مشروع قانون المالية في سياق سياسي خاص، فقد تطلب تشكيل أغلبية جديدة فترة طويلة من التهيئ والتداول خلقت بالفعل انتظارية لدى كل الشركاء الوطنيين والدوليين، وحرمتنا هذه السنة وهو ما كان تقليدا متبعا في التعامل مع مجلسكم الموقر أن يتم التداول أو التشاور أو الإخبار حول مضامين هذا المشروع المالية المقدم بين يديكم في إطار المنهجية التي كانت متبعة في السنوات الماضية. وبالتالي فأول تحدي واجهنا هو عرض هذا المشروع على مؤسستكم الموقرة في آجاله الدستورية والقانونية، وقد تحقق ذلك الحمد لله بفضل تضافر جهود مختلف القطاعات الحكومية، ما خلق ارتياحا لدى كافة الشركاء الوطنيين والدوليين وعزز ثقتهم في المؤسسات الوطنية. التحدي الثاني الذي واجهنا هو ضرورة وقف نزيف المالية العمومية في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بتبعات الأزمة وحالة الركود الذي عرفها الاقتصاد العالمي والاقتصاد الجهوي وخاصة منطقة الأورو خلال السنوات الأخيرة، وكذا تقلب أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية. وهذا لا يعني أن مشروع قانون المالية يرتكز على محاسبة أو مقاربة محاسبتية صرفة، أو هو مجرد تمرين الموازنات لإيجاد معادلة صعبة أو حلول لمعادلة صعبة تستجيب لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. فاستعادة توازن المالية العمومية هو أساس بعث الثقة، أساس بعث الثقة لدى الشركاء والمستثمرين الوطنيين والدوليين، وفي مقدمتهم المؤسسات المالية ومؤسسات التنقيط التي تنبني علاقاتنا بها على الاحترام المتبادل، وتساهم تقاريرها في تعزيز مكانة بلادنا على المستوى الدولي وتمكينها من الولوج إلى التمويلات الخارجية بشروط تفضيلية وميسرة. فبدون ثقة هذه المؤسسات وفي ظل التفاقم المستمر للعجز ستجد بلادنا صعوبات جمة في الاستدانة، مما سيؤدي حتما إلى فقدان القرار السيادي المالي، وسيؤثر حتما على تمويل الاقتصاد الوطني وبالتالي الحد من الاستثمار وخلق فرص الشغل. يتمثل التحدي الثالث الذي واجهنا في إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2014 في ضرورة تحقيق ظروف إقلاع اقتصادي في إطار نموذج تنموي متجدد. وهنا لا بد أن أتوقف عند نقطة هامة، وهي أن الاعتماد على الطلب الداخلي فرضته خيارات مواجهة الأزمة وما تقتضيه من حفاظ على التوازنات الاجتماعية. فخلال الفترة 2006-2012 تم التعبئة حوالي 940 مليار درهم برسم الاستثمارات العمومية، حيث انتقل سنوياً من 82 مليار درهم إلى أكثر من 180 مليار درهم سنوياً، وضخ حوالي 207 مليار درهم في صندوق المقاصة لدعم أسعار المواد الاستهلاكية، من 13 مليار في هذا الصندوق سنة 2006 إلى أكثر من 55 مليار سنة 2012.
بالإضافة إلى تخصيص ما يفوق 32 مليار درهم للرفع من الأجور في إطار الحوار الاجتماعي، هذا فضلا عن خلق حوالي 130 ألف منصب مالي في هذه المدة. وقد ساهمت هذه الخيارات في تجني ببلادنا مخاطر الانزلاقات الخطيرة التي عرفتها مجموعة من البلدان المجاورة، ومكنت من تمويل الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية التي بدأت تعطي أكلها على مستوى تغيير بنية مصادر النمو، حيث أصبح الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة أقل ارتباطاً بالناتج الفلاحي اعتباراً للدور المتنامي للناتج الداخلي غير الفلاحي الذي حقق نمواً بوتيرة 4.6% خلال الفترة 2010-2012. كما مست التغييرات الهيكلية بنية القيمة المضافة الفلاحية التي كانت تحتل فيها زراعة الحبوب موقع الصدارة، والتي تقلصت حصتها إلى أقل من الخمس مقابل تطور الزراعات الأخرى القليلة التأثر بالجفاف أو المتواجدة بالمناطق السقوية، بالإضافة إلى قطاع تربية الماشية. وعرف تأثير الجفاف على نسبة النمو تراجعاً كبيراً خلال العشرية الحالية مقارنة بالعشرية السابقة، مما تزكيه نسب النمو الموجبة المسجلة في سنوات الجفاف 2005-2007 عكس ما كان عليه الوضع في السابق 95-97-99، والله يرحمنا جيشت إن شاء الله هذا العام. في المقابل أدت هذه الخيارات التوسعية والمتمثلة في دعم القدرة الشرائية ورفع من الاستثمار العمومي موازاة مع تأخر في الإصلاحات الهيكلية إلى اختلالات على مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية منها على الخصوص والمالية منها على الخصوص. وبالتالي فرهان اليوم يتمثل في صياغة نموذج متجدد للنمو يمكننا من تحقيق نسب نمو أكبر تستجيب في نفس الوقت للمتطلبات الاجتماعية والمجالية وسوق الشغل، وتمكن من معالجة الاختلالات في التوازنات الماكرو اقتصادية. وقد عملنا على صياغة مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2014 وفقا لتصور يستجيب لهذه الأولويات سيؤثر السياسات العمومية خلال الثلاث سنوات القادمة. وينبني هذا التصور على إطلاق دينامية النمو من خلال استغلال الهوامش القليلة، ولكن استغلالها هذه الهوامش المتاحة على مستوى الطلب الداخلي عبر جعل الاستثمار العمومي رافداً لجلب الاستثمارات الأجنبية في إطار شراكات، وحفظ التوازنات الاجتماعية وإنعاش القدرة التصديرية والاهتمام بالتصنيع وإعادة التصنيع وبالتنمية المجالية، هذا فضلاً عن مصاحبة هذه الدينامية بخطوات متوازنة في اتجاه اعتمادات الإصلاحات الأساسية المرتبطة بمنظومة الدعم والإصلاح الجبائي وأنظمة التقاعد. سيدات والسادة المستشارون المحترمون، لقد أثار السادة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية البرلمانية في تدخلاتهم مسألة عدم واقعية الفرضيات المؤثرة لمشروع قانون المالية 2014 وإغراقها في التفاؤل. وجواباً أود التأكيد مرة أخرى على أن هذه الواقعيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية سنة 2014 صيغت بناء على تشخيص موضوعي لتطور المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وأذكر من بين هذه الفرضيات نسبة عجز الميزانية التي حددها المشروع في 4.9%. بخصوص هذا العجز يندرج في إطار فمن المتوقع أن نتمكن من تقليص عجز الميزانية إلى 4.9% هذه السنة أو السنة المقبلة في أفق بلوغ 3.5% سنة 2016، والذي يعد المستوى الذي يمكن من التحكم في المديونية في مستويات مستدامة دون المساس بمتطلبات التنمية. وهنا أود التذكير أنه لم يتم التخلي عن أي مشروع أو برنامج في إطار السياسات والمخططات القطاعية برسم مشروع قانون للسنة المقبلة، ولم نلجأ إلى رفع الضغط الإجبائي في الإجراءات المتخذة لتقليص العجز ترتكز على رفع من فعالية النفقات العمومية وخاصة النفقات الاستثمار وتعبئة الهوامش المتاحة على مستوى الموارد عبر توسيع الوعاء. ويأتي ذلك من منطلق إيماننا
بأن إعادة التوازن التدريجي للمالية العمومية يجب أن يتم من داخل دينامية انتعاش شامل وليس من خلال عمليات تقنية تعتمد التقشف والتشدد في السياسات المالية، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الفئات ذات المؤهلات المعيشية المحدودة على وجه الخصوص، وضمانا لمناخ منفتح على الاستثمار وعلى تيسير المبادرة. وبالتالي في القول بأن مشروع قانون المالية هو مشروع تقشفي يضرب القدرة الشرائية للمواطنين مجانب للصواب وينطوي على قراءة غير موضوعية لمضامين هذا المشروع. وهنا سأعيد سرد بعض الأرقام التي تؤكد أن هذا المشروع ليس بالتقشفي، بل هو مشروع إرادي باعث الأمل يولي أهمية كبرى للقطاعات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. فقد تم تخصيص أكثر من 53% من الميزانية للقطاعات الاجتماعية، منها 35 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المخصصة، 45.5 مليار لمواصلة إصلاح قطاع التربية والتكوين، 8.9 مليار لتطوير التعليم العالي خاصة ورفع عدد المستفيدين من المنح المدرسية إلى 230 ألف طالبة وطالب مقابل 216 ألف سنة 2012، أي بزيادة حوالي 14 ألف مستفيد، 12.9 مليار درهم لضمان ولوج المواطنين إلى خدمات صحية جيدة، منها أزيد من مليار درهم لشراء الأدوية في إطار مواكبة نظام المساعدة الطبية راميد الذي بلغ عدد المستفيدين منه إلى 5.4 مليون درهم. ومع القرار الأخير المتعلق بالنقصان في أثمنة الأدوية سوف يمكن هذا المبلغ إن شاء الله من توسيع الكميات المشتراة من هذه الأدوية. 13.5 مليار درهم برسم مساهمة الدولة كمشغلين في أنظمة التقاعد، و2 مليار درهم للتغطية الصحية والاجتماعية في صناديق الاحتياط الاجتماعي، 1.7 مليار درهم لصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يرعاها جلالة الملك حفظه الله، تعزيز موارد صندوق التماسك الاجتماعي لتبلغ ما يناهز 3 مليار درهم وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، تخصيص 103.7 مليار درهم لكتلة الأجور، منها حوالي 3 مليار درهم برسم عمليات الترقي في الدرجة والسلم التي ستتم بالوتيرة المعتادة على عكس ما ذهبت إليه بعد التدخلات، بالموازاة مع رصد 4.6 مليار درهم لتسوية مستدركات الرواتب الناتجة عن تسويات سابقة، التحكم في معدل التضخم في مستوى لا يتجاوز 2%، تمديد وقف رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين ومشتقاته من فاتح يناير إلى 30 أبريل 2014. تلكم السيد الرئيس، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، بعض الأرقام التي تبين بالملموس أن هذا المشروع لا يحكمه هاجس التقشف، بل هو بالعكس من ذلك مشروع لدعم السياسات الاجتماعية ويضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس أولوياته. لقد أثرتم مسألة هامة تتعلق بمسألة المديونية، وفي هذا الصدد أود التأكيد على نقطتين هامتين. النقطة الأولى تتعلق بمفهوم المديونية أو مفاهيم المديونية، فقد ركز التقرير السنوي حول المديونية على مفهوم مدقق للمديونية هو مديونية الخزينة، نظرا لارتباطها الوثيق بتنفيذ قوانين المالية كونها نتيجة للسياسات المالية المتبعة، وهذا ما كان أيضا متبعا في كل مشاريع قوانين المالية السابقة. إضافة إلى ذلك، فإن التقرير اعتمد مفهوما أوسع بخصوص المديونية العمومية والتي تشمل مديونية الخزينة الداخلية والخارجية ومديونية المؤسسات العمومية بما فيها القروض الغير المضمونة من طرف الدولة، وكذلك المضمونة من طرف الدولة، كذلك المديونية الخارجية للجماعات المحلية، وهو نفس المفهوم التي تتبناه المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذان ينشران تقارير عن المديونية بالمغرب ضمن تقاريرهما عن تطور المديونية في العالم. فيما يخص احتساب ديون المؤسسات المالية العمومية مثل صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الحسن الثاني للتنمية، فهذا يجرنا إلى مفهوم آخر للمديونية هو المديونية المندمجة لديت كونسوليدي، والتقديرات المتوفرة حاليا تقدر مستوى المديونية المندمجة ب 46% من الناتج الداخلي الخام،
وهو مستوى أقل بكثير من المديونية الغير المندمجة المدمجة والتي وصلت إلى سنة 2012 إلى 59.6% من الناتج الداخلي الخام. وقد شرعت هذه الوزارة وزارة في المالية الاقتصاد والمالية في إعداد دراسة حول المالية المدمجة أو المدمجة والتي ستمكن من احتساب مستوى هذه المديونية المدمجة بشكل دقيق، وسنعمل على نشر معطياتها في التقارير القادمة. النقطة الثانية تهم تطور هذه المديونية. بادئ ذي بدء يجب الإشارة أن ارتفاع المديونية يكون مرتبطاً بالأساس بمستوى عجز الميزانية الذي يتطلب تمويله اللجوء إلى التمويلات الداخلية والخارجية التي يتطور حجمها تبعاً لهذا العجز. المديونية نتيجة وليس هدفاً. صاب ما نبقاوش نقترضوا، ولكن حين نقترض فلاستمرارية أو تمويل الاستثمارات، والاقتراض والمديونية هو نتيجة لسياسة مالية. وممكن هنا أن نفتح النقاش، هل يجب تحديد سقف للمديونية أم يجب تحديد السقف من الذي يخلق المديونية وهو عجز الميزانية؟ ولهذا هناك ارتباط في المقاربة الحكومية حين نقول أنه يجب أولا الحفاظ على التوازنات المالية لأنه منبع هذه المديونية. ثانيا، الحمد لله المغرب بصورته وبمصداقيته عكس باقي البلدان لا زال يحتفظ بصورة وبمصداقية لدى المؤسسات الدولية، لأنه مع كامل الأسف هناك بعض البلدان حتى وإن كانت في حاجة إلى الاقتراض مع كامل الأسف لا تجده أو تجده بنسب مرتفعة جدا. وهكذا في السنوات التي يكون فيها عجز الميزانية كبير ترتفع المديونية بصفة أوتوماتيكية، والسنوات التي ينخفض فيها هذا العجز تتناقص المديونية. العجز يمول بالمديونية، هذا هو منطق الاقتصاد وهذا هو منطق التدبير المالي. وهكذا ونظرا للزيادة المسجلة في عجز ميزانية خلال السنوات الأخيرة للأسباب التي سبق ذكرها، فإن مديونية الخزينة الداخلية والخارجية عرفت ارتفاعا مقارنة مع ما قبلها أو مع مستويات قبل سنة 2009. لكن رغم هذه الزيادة في حجم الدين خلال السنوات الأخيرة، فإن مستوى المديونية نسبة إلى الناتج الداخلي الخام المؤشر المعتمد لتقييم عبء المديونية وتطورها يبقى مستوى مقبولا مقارنة مع كانت عليه في العشرية الماضية، حيث سجلت المديونية سنة 2068.1% من الناتج الداخلي الخام، وأيضا مقارنة مع معدلات المديونية المرجعية على المستوى الدولي التي تحدد في حوالي 60% والتي بلغناها مع كامل الأسف. ومن المنتظر أن يعاود مؤشر مستوى المديونية نسبة إلى الداخل الناتج الداخلي الخام مسلسل الانخفاض في السنوات المقبلة نتيجة اعتماد الحكومة سياسة تتوخى تقليص عجز الميزانية والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية. سيد رئيس الحكومة، السادة الوزراء، السيدة والسادة المستشارين، لقد تطرقتم بإلحاح لمسألة ضعف إنجاز ميزانية الاستثمار، وأود من خلال هذا المنبر أن أطمئنكم بأن نفقات الاستثمار تنفذ بشكل عادي وبوثيرة أسرع من السنة الماضية، فقد بلغت تنفيذ الاستثمار برسم سنة 2016 إلى غاية نهاية أكتوبر 38 مليار درهم بالنسبة للقطاعات الوزارية و55 مليار درهم بالنسبة للمؤسسات العمومية. ومن المتوقع أن تبلغ نفس النفقات في نهاية السنة 45 مليار درهم بالنسبة للقطاعات الوزارية و85 مليار درهم بالنسبة للمؤسسات العمومية، أي بنسب إنجاز تقدر على التوالي ب 66% و70%، وهو رقم قياسي مقارنة مع باقي السنوات الماضية. فالاعتمادات المرحلة بلغت سنة 2013 ما مجموعه 21 مليار درهم، ونتوخى من خلال الإجراءات المتخذة تقليصها إلى 17.5 مليار درهم برسم سنة 2014 في أفق حذفها إن شاء الله نهائيا في إطار إصلاح مشروع القانون التنظيمي للمالية. وبالتالي
في الإجراءات المتخذة ساهمت في رفع من وتيرة إنجاز ميزانية الاستثمار، وبالتالي ستنعكس إيجاباً على المقاولات الصغرى والمتوسطة عكس ما ذهبت إليه بعد التدخلات. يضاف هذا المجهود إلى تخصيص ما يفوق 5 مليار درهم سنة 2013 في إطار استرجاع الضريبة على القيمة المضافة. كما أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يولي اهتماما خاصا للمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر اعتماد مجموعة من الإجراءات تروم تطوير تنافسيتها وتوسيع وتنويع نسيجها الإنتاجي وتوفير فضاء ملائم لتطوير بنيتها. نخص بالذكر أولا تفعيل مقتضيات المرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي يخول المقاولة الصغرى والمتوسطة حصة 20% من الصفقات العمومية. ثانيا إدراج التعويضات المترتبة عن عدم احترام آجال التسديد بين المقاولات ضمن التكاليف القابلة للخصم عند احتساب الضريبة. ثالثا إلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بالخصم داك لا ريغل دو ديكالاج، والتي سوف تكلف إجمالا الميزانية أكثر من 3 مليار درهم، ولكن في نفس الوقت سوف تساعد المقاولات عامة والصغرى المتوسطة على توفير سيولة في خزينتها. رابعا تمكين المقاولات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة من استنزال الدين الضريبي المتعلق بشهر ديسمبر 2013 إذا لم يتعدى 30,000 درهم دفعة واحدة في الإقرار المتعلق بيناير 2014 عوض الخمس سنوات المقررة بالنسبة لهذا الإجراء. تسريع آجال استرجاع الضريبة على القيمة المضافة مع العمل على إيجاد الآليات المناسبة لحل إشكاليات المصدم البيتواخ، وهذا مطلب قديم ومطلب يعني كانت فيه التزامات، هو لصالح المقاولة. هذا القضية ديال المصدم اللي لم في تاريخ المغرب لم يكن هناك استرداد، والذي بلغ إلى مستويات جد عالية سوف نعالجه هذه ابتداء من السنة المقبلة بالتدريج، وسوف نبدأ بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من هذا المشكل ديال المصدم أو البيتواخ، والتي طبعا نعتقد أنه في صالح المقاولة، وكل شيء في صالح المقاولة هو في صالح الاقتصاد الوطني، سوف يكون له أعباء طبعا على الميزانية، ولكن إذا عالجنا هذا المشكل سوف إن شاء الله يكون من آليات الإقلاع الاقتصادي بالنسبة لسنوات 3 سنوات المقبلة إن شاء الله. تطوير آليات الضمان وعلى رأسها صندوق رأس المال للمخاطر الموجهة للشركات المبتدئة. مواصلة تفعيل الآليات الرامية لتشجيع الابتكار والبحث عبر برنامجي إطلاق وتطوير بتخصيص 160 مليون درهم، فضلا عن دعم برامج امتياز ومساندة وإنماء الرامية لمواكبة المقاولات التي تتوفر على إمكانيات ذاتية للتطور بغلاف 320 مليون درهم. سيد الرئيس، سيدة والسادة المستشارين المحترمين، لقد أثرتم مسألة ضعف الدور التمويلي للبورصة وكذا قرار تخفيض تصنيف المغرب في رتبة الاقتصاديات الناشئة إلى مرتبة الاقتصاديات الأسواق الحدودية من طرف مورغان ستانلي على الخصوص. وهنا أود أن أوضح هذا القرار أن هذا القرار يرجع بالأساس إلى عدم قدرة المغرب أو بورصة المغرب على الاستجابة للمعايير المعتمدة في بورصة مؤشر الأسواق الناشئة، لا سيما منها السيولة ونسبة العائم الفلوتو. هذا البورصة منذ سنوات أداؤها ضعيف جدا، وتعرف تصحيحا لمستوياتها، وطبعا أيضا تأثرت بالأزمة الجهوية والأزمة يعني العالمية، والنقص في هذا العائم والنقص في السيولة جعل أنها تقفز أو تنتقل أو تندحر من هذا المورغان ستانلي أندكس إلى فرونتير أندكس اللي هو أقل. فوزن المغرب ضمن مؤشر الأسواق الناشئة كان جدا منخفض 0.1%، ولكن لم يكن يغطي سوى 3 شركات، وبالتالي فحجم الاستثمار المترتب عن هذه الأرباح كان ضعيفا. ملي كان المغرب بورصة المغرب ذاك الأسواق الناشئة التقلد المغرب 0.1%، والأسهم المرتبطة بهذا الأندكس أو هذا المؤشر يلاه 3 شركات. فيمكن اعتبار تصنيف المغرب ضمن مؤشرات الأسواق الحدودية
على المدى القريب، على المدى القريب شيئا إيجابيا، لكونه وضع بورصة الدار البيضاء في الإطار الملائم والأكثر تمثيلية، وأعطى وضوحا أكبر في الرؤية بالنسبة للمستثمرين، كما أن وزن بورصة الدار البيضاء ضمن المؤشر الجديد سيبلغ ما بين 7 و10%، الذي يرتقب أن يترتب عنه جلب 200 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة، إذ يقدر حجم المبالغ المالية التي توظفها الشركات الاستثمارية في البورصات المدرجة ضمن هذا المؤشر الجديد ديال الأسواق الحدودية أو فرونتير أندكس بنحو 3 مليار دولار، كما تشمل أكثر من 10 شركات من بينها شركة اتصالات المغرب التي أصبحت تمثل أكبر رسملة في السوق الحدودية. وفي هذا الإطار سيتم العمل على اتخاذ عدد من الإجراءات بهدف تعزيز السيولة وشفافية السوق، والتي من شأنها أن تسمح بعودة المغرب على المدى المتوسط إلى مؤشر الأسواق الناشئة في ظروف جيدة وبحصة مهمة. سيد الرئيس، سيدة والسادة المستشارين المحترمين، مما لا شك فيه أن مسألة التشغيل تشكل رهاناً أساسياً لكل الحكومات، والجواب عن معضلة التشغيل لم ولن يكون أبداً من خلال إحداث مناصب مالية في إطار مشاريع قوانين المالية، بل من خلال تسريع نسبة النمو والتركيز على تطوير الاستثمارات الخاصة في القطاعات التي توفر إمكانيات الشغل، فضلاً عن الإجراءات الرامية لمواكبة الباحثين على الشغل من قبيل وضع نظام المقاول الذاتي الذي جاء كمبادرة في مشروع قانون المالية هذا، مع تخويله نظاماً جبائياً تحفيزياً، إطلاق برنامج بغلاف مالي يناهز 160 مليون درهم لتكوين 10,000 إطار من حاملي الإجازة في أفق إدماجهم في المنظومة التربوية، وضع آليات النظام الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل أو تفعيل هذا النظام، هذا فضلاً عن الاستمرار في اعتماد وتطوير البرامج التي أبنت عن فعاليتها من تأهيل وإدماج وإدماج الوافدين على سوق الشغل. وهنا أود التأكيد على نقطة مهمة، وهي أن برامج إنعاش التشغيل من المتوقع أن تمكن من إدماج وتأهيل على التوالي حوالي 55,000 بالنسبة لبرنامج إدماج، و 18,000 باحث عن الشغل بالنسبة لبرنامج تأهيل، وإحداث حوالي 500 مقاولة جديدة في إطار برنامج مقاولتي. أود أن أتطرق في الأخير سيد الرئيس، السيدة والسادة المستشارين، إلى محور الإصلاحات الهيكلية، لأؤكد لكم أن الحكومة عازمة على المضي قدماً في الدفع بهذه الإصلاحات وفق منطق التدرج على أرضية التشارك والحوار الذي يدمج مختلف الفاعلين ويغتني بمختلف الآراء. ويحتل تنزيل مضامين منظومة إصلاح القضاء صدارة الأوراق الإصلاحية باعتبار القضاء المستقل بالإضافة إلى كونه من ركائز دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية، يشكل دعامة أساسية لتشجيع الاستثمار والتنمية بشكل عام. ولقد خصص مشروع قانون المالية اعتمادات مالية إضافية تفوق 200 مليون درهم لتوفير الأرضية المواكبة للإصلاح من بنيات تحتية وتجهيزات. كما أؤكد لكم من جديد عزم الحكومة على تنظيم لقاءات مع مؤسستكم الموقرة ومع باقي المعنيين والمتدخلين، وخاصة المنتمين لفضاء الأعمال والمقاولة، من أجل بحث السبل المثلى لتنزيل الإصلاح الجبائي بنفس روح التوافق والإجماع التي طبعت أشغال المناظرة الوطنية للجبايات. وبخصوص تدريب القطاع الفلاحي، أود أن أؤكد من جديد على النقاط التالية: أولاً، الضريبة ستطبق على الأرباح الناتجة عن مسك المحاسبة وليس على رقم المعاملات، رقم المعاملات إنما هو فقط معيار للتضريب. ثانياً، تحديد رقم المعاملات الأدنى لفرض الضريبة على القطاع الفلاحي تم بناءً على معطيات موضوعية، وأخذاً بعين الاعتبار التوجيهات الملكية السامية بالإبقاء على الإعفاء بالنسبة للفلاحين الصغار والمتوسطين. ثالثاً، فقد اعتمدنا التدرج في تدريب القطاع وتحديد أو إحداث رؤية واضحة لهذا التدريب في إطار هذا التدرج إلى سنة 2020، من خلال الشروع في فرض الضريبة ابتداء من سنة 2014 بالنسبة للمستغلات التي تحقق رقم أعمال يعادل 35 مليون درهم، وتدريب متدرج بالنسبة للمستغلات الأخرى التي تحقق رقم أعمال التالية 20 مليون درهم و10 مليون درهم و5 مليون درهم في السنوات المتتالية 2016 2018 2020. كما أن هذا الإجراء
الذي يهم فرض الضريبة على النشاط الفلاحي تدريجيا انطلاقا من رقم المعاملات أدنى في حدود 5 مليون درهم، لن يشمل سوى 2000 بالضبط 2110 الفلاحة، أي ما يمثل 0.12% من مجموع الفلاحين المقدر عددهم بمليون وستمائة وتسعود وخمسين ألف وستمائة وستين فلاح. المجموع إلى 2020 لن يعني إلا 2110 فلاح إلى 2020. بالنسبة للسنة المقبلة اللي هي البداية سوف يخص فقط 400 فلاح، وملي غادي يمشيو 20 مليون أكثر، وملي غادي يمشيو 10 مليون أكثر، وملي غادي يوصلوا 5 مليون ملي ينتهيوا من التدريب كله لن يخص في هذا يعني الإحصائيات المتواجدة سوى 2110 ديال الفلاح إلى حدود 2020. رابعا، يقترح المشروع فرض الضريبة لمدة 5 سنوات بالسعر المخفض المحدد في 17.5% للضريبة على الشركات و 20% بالنسبة للضريبة على الدخل على غرار ما هو مطبق بالنسبة لقطاعي الصناعة التقليدية والتعليم. خامسا، بالموازاة مع التدريب التدريجي للقطاع الفلاحي، يقترح المشروع مواكبة الفلاحين في عملية تحويل ذمتهم المالية إلى شركة خاضعة للضريبة على الشركات دون أثر جبائي. إذن نحن أمام مقاربة لتدريب القطاع الفلاحي توازي بين تحقيق العدالة الجبائية واعتماد التدرج في التطبيق ومواكبة دينامية مخطط المغرب الأخضر. أن ميزانية القطاع الفلاحي تزايدت بأكثر من 3 مرات خلال 6 سنوات الماضية، كما أن الإعانات والدعم الموجه مباشرة للفلاحين تفوق 2.5 مليار درهم سنوياً. وهنا لا بد أن أؤكد على نقطة هامة، وهي أن مقاربتنا للإصلاح تنبني على تقليص الإعفاءات الضريبية مهما كانت، وأنتم تنتقدوننا ومعكم حق، يجب تقليص النفقات الضريبية ويعني عدم التعامل مع الإعفاءات الضريبية وتدعيم مقاربة أخرى كلما كان هناك حاجة إلى تدعيم قطاع أو فئة يكون الدعم مباشرا لها. أما بالنسبة لإصلاح نظام المقايسة، فإن الحكومة عازمة من جهة على تثبيت نظام المقايسة، ومن جهة أخرى على تفعيل منظور شامل للإصلاح من خلال صياغة نظام جديد للحماية الاجتماعية وفق معادلة توفر في نفس الآن آلية المساعدة الاجتماعية للطبقات الفقيرة وآلية الحماية للطبقات المتوسطة مع ثمان تنافسية الاقتصاد الوطني. أما فيما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، فالحكومة عازمة وفق منطق التشاور والتشارك والحوار الذي ما فاتئتم تنادون به والذي يجب أن نراه على أرض الواقع في الاستجابة إلى عقد كل اللقاءات في هذا الموضوع الذي يهم شريحة واسعة من الموظفين، والذي يعتبر إصلاحا مستعجلا وعاجلا لأنه مرتبط بمصير هذا الموظفين فيما يتعلق بمعاشهم. الإصلاح يجب أن يبدأ في أقرب وقت، لأن هؤلاء الموظفين الذين كدوا واجتهدوا وبذلوا وخدموا هذه البلاد يجب أو يستحق أن يكون لهم معاش. وابتداء من هذه السنة رهد النظام المختل سوف نستهلك أو نبدأ في بداية استهلاك هذه المدخرات، وهذا مسؤوليتنا جميعا وواجبنا جميعا على أن نحافظ على معاش هؤلاء الموظفين. إذن علينا جميعا أن نعمل بسرعة كبيرة في إنقاذ وإصلاح هذه الصناديق. وسنعمل سنة 2014 على تسريع وتيرة أشغال اللجنة الوطنية واتخاذ القرارات لمباشرة الإصلاح فورا ودون تردد. وبخصوص إصلاح قانون التنظيم المالية، أؤكد التزاما أمام مجلسكم الموقر بأن يتم تهيئة وتقديم مشروع قانون المالية ل 2015 وفق مقتضيات هذا القانون أو القانون التنظيمي الجديد، ولكن طبعا بشرط إذا كانت هناك التعبئة والتعاون مع مجلسكم الموقر من أجل المصادقة عليه في أقرب الأجل حين يأتي إلى هذا المجلس حتى أتمكن من الوفاء بهذا الالتزام. وفي إطار السباق مسطرة المصادقة والاستعداد القبلي لتطبيقه وتعميم مبادئ الإصلاح،
حرصنا على جعل مشروع قانون المالية لسنة 2014 منطلقا تجريبيا لتفعيل بعض مقتضياته بكل من وزارة الاقتصاد المالية والتربية الوطنية والفلاحة بالإضافة إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. وفيما يتعلق بإرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز، ستعمل الحكومة على توفير الأرضية المناسبة لتفعيل النموذج التنموي الجهوي من خلال إعداد مشاريع أو مشروع القانون المنظم للجهة وميثاق اللاتمركز الإداري كمنطلق لإصلاح وإعادة تنظيم هياكل الإدارة وضمان مزيد من التنسيق والنجاعة والقرب على مستوى تنفيذ السياسات العمومية. ومما لا شك فيه أن النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية التي تم إعداده من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي طبقا للتوجيهات الملكية السامية سيشكل الأرضية المناسبة لمشروع تنمية جهوية مندمجة لفائدة الأقاليم الجنوبية ولانبثاق معالم نموذج تنموي جهوي متكامل المعالم. السيد الرئيس المحترم، السيد رئيس الحكومة، السادة الوزراء، السيدة والسادة المستشارين المحترمين، تلكم كانت بعضا من التوضيحات التي ارتأيت أن أشرككم فيها، ليس فقط التزاما بمجريات النقاش بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، ولكن فوق ذلك من منطلق القناعة الراسخة أن المسؤولية التاريخية في هذه الظرفية الدقيقة تستدعي منا مزيدا من التآزر والتعاضد ورص الصفوف وجعل الصالح العام فوق كل اعتبار حتى نجتاز بسلام تداعيات هذه الأزمة ونواصل تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره دينامية البناء والإصلاح لتحقيق تطلعات المواطنات والمواطنين إلى التنمية الشاملة والإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص وغيرها من مقومات الحياة الكريمة. وبقدر إحساسنا بجسامة مسؤولياتكم في تحقيق انتظارات الأمة وترسيخ ثقة المواطنين في المؤسسة البرلمانية وعطاء المثل الأعلى في جعل الصالح العام فوق كل اعتبار، فإننا حريصون على تثمين واستثمار التفاعل الإيجابي لمؤسستكم الموقرة مع مشروع قانون المالية لسنة 2014 للتأسيس لتعاون بناء مبني على الثقة، ونلتزم بتسخير كافة الجهود لتنفيذ مضامين المشروع بعد مصادقتكم في أحسن الظروف وبوتيرة مقبولة مع العمل المتواصل على اتخاذ مبادرات عملية لصالح المقاولة والمواكبة الميدانية للاستثمار. وما مشروع قانون المالية سوى حلقة مهمة ولكنه حلقة في مسار تفعيل أهداف منظور النموذج التنموي المتجدد المؤثر لعمل الحكومة خلال الثلاث سنوات المقبلة القائم على الاستثمار وحفظ التوازنات الاجتماعية وإنعاش القدرة التصديرية والاهتمام بالتصنيع وبالتنمية المجالية، وهي كلها أعمدة لنموذج ستسعى الحكومة بمشاركتكم إلى توجيه كافة جهودها من أجل تيسير سبل إنجاحه. وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا وشعبنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد وزير المالية والاقتصاد، ونرفع الجلسة. شكرا.